هل يجوز قول إيش فعلنا يا رسول الله؟ نعم يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في حياته يسألونه الشفاعة أن يشفع لهم، لكن بعد وفاته الآن لا تجوز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعى الله جل وعلا. النبي توفي صلوات ربي وسلامه ولا يخاطب، والآن لا يخاطب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أحد أن يخاطب النبي الآن يقول له يا محمد إيش فعلي، كأنه يقول إنه يسمع كلامنا جميعا في أي مكان. في الرسول في حياته ما كان يسمع الذين، لما كان في المدينة ما كان يسمع الذين في مكة، ولا يسمع الذين في العراق، ولا يسمع الذين في اليمن، فكيف الآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يسمع الذي في الكويت والذي في السعودية والذي في الجزائر والذي في نيجيريا والذي في استراليا؟ لا يمكن هذا أبدا. فلا يجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسأل الله جل وعلا.